أنا سيدة عمري 46 سنة، يعني بعتبر أنه 6 ساعات هي مولودي، هي وليد الروحي، هي الطفل الذي أنجبته روحي. 6 ساعات هي سوريا، هي الوطن بالنسبة لي. وثقت الحرب السورية بروحي، ما وثقتها بتواريخ أو بتأريخ بالأحرى. وثقتها عن طريق عائلة سورية، طلع منا المعارض وطلع منا الضابط وخرج منا الشهيد. هاي الأسرة السورية عاشت الحرب بكل تفاصيلها. وثقت ما حدث، يمكن ليس كتوثيق تاريخي لكن كتوثيق روحي بكل ما عانيناه في هذه الحرب وبكل ما مر على الوطن بهالحرب بعين صادقة. والأغلب يعرف أنني كنت شاهدة عيان، أنا إنسانة كنت على الأرض موجودة وما زلت على الأرض. عندما تصدر رواية مثل 6 ساعات للمع عباس، يعني تبدو مفعمة مترفة بهذا الزخم الوطني، بهذه الروح الوطنية العالية، إنما تؤكد لمع عباس أهمية الكتابة في اللحظات الاستثنائية من التاريخ، عندما يكون المثقف شاهد حق بدلا من أن يكون شاهد زور على اللحظة التاريخية، إنما يؤكد حقيقة انتمائه إلى الثقافة وإلى المثقفين. الصحفية والشاعرة والكاتبة والأديبة لمع عباس تقدم الآن روايتها الأولى بعد أن يعني قدمت من الشعر ما يوصف كل ما مر به البلد من وجدانيات، وأيضا كانت في الميدان وكانت من السيدات اللواتي يعني قدمنا عملا ونضالا فعليا، مثلها مثل كل مرأة سورية أثبتت حضورا مشرقا وضاءا في وجه هذه الهجمة على بلدنا الحبيب سوريا.